السلام عليكم. الفيديو النهاردة مهم جدا. لو انت عايز تعمل خلية نحل عندك في البيت، لازم تتفرج الاول وتتعلم الطريقة الصحيحة لتربية النحل في البيت عشان ما يحصل لكش اضرار. طبعا كلنا عارفين ان النحل حامل سموم، لو قرصتك كمية كبيرة من النحل ممكن تتأذى لا سمح الله. طبعا دول ناس محترفين في تربية العسل. العسل مغذي جدا للجسم وفيه بروتين وفيه فيتامينات غنية جدا بتحمي الجسم وبتقويه وبتساعد على تقوية الجسم كله وبنائه. طبعا لاحتوائه على تركيبة هائلة من البروتين والفيتامينات والمعادن. النحل بيتغذى على الأزهار أو الرحيق. طبعا نحل الجبال بيتغذى على مجموعة من الأعشاب. ده طبعا العسل ده بتبقى مفيد جدا وفيه تركيبات غنية جدا لاحتوائه على رحيق متعدد، بس غالي جدا ومن النادر انك تحصل عليه. طبعا دي خلايا نحل بيربوها، بيجيبوا الخلايا زي ما انتوا شايفين كده، إلها فتحات بيخرج منها النحل عشان يتغذى ويدخل تاني. بيركبوا حاجات فيها الخلايا، النحل بيقعد عليه. بعد كده بيجيبوا يبخروا المكان، معرفش التبخير دي لإيه بالظبط، بس هو مفيد جدا. وقبل ما يدخلوا على خلايا النحل لازم يكون لابسين اللبس المخصص والقفازات عشان خاطر ما يتضروش. وليها طريقة خاصة جدا في التربية. كل اللي عليكم بتجيبوا الخلية وبتحطوا فيها الحاجات الموجودة دي اللي بتعمل عليها العسل، وبعد كده بتبقى زارعين حواليها أزهار وحاجات تتغذى عليها النحل، بس حاجات يكون مفيدة. بعد كده بتروح تكون العسل، والعسل بتاعها بتبقى طبيعي 100%. دي شكل النحلة وهي بتتغذى، سبحان الله القادر. ما بيبطلوش شغل، تواصل 24 ساعة شغل، كلهم منتظمين وبتشتغل شغل اكتر من الملكة. الملكة كل اللي عليها بتقعد بس في الخلية بتنظم الحركة، والنحل هو اللي بيشتغل كل حاجة. طبعا النحلة دي لو قرصتك او حطت فيها المنقار بتاعها خلاص بتموت، ما بتعيش تاني. وبتساعد على علاج حاجات كتيرة قوي في العمود الفقري، مسكنة للآلام بس برضو بعدد محدود، ما زدتش مثلا القرصة عن 2. بيستخدموها في علاج الغضاريف وفي علاج ألم الظهر وتسكين للألم. طبعا النحل في سبحان الله، النحل ده بينزل العسل بتاعه من بيعمل حمام، بس هو بيقعد فترة طويلة، ممكن يقعد أسبوع كامل من غير براز عشان بينزل العسل مكانه. بعد كده بيعمل حمام واحد بس في الأسبوع براز، وبينظف روحه كويس عشان هو نظيف جدا، بيحافظ على العسل. بتلاقي دايما العسل بتاعه نقي جدا سبحان الله. بصوا الشكل عامل ازاي، بياكلوا وبيتغذوا. طبعا في بيتحط لهم اكل معين، وممكن يطلعوا ياكلوا برضو حسب الحاجة. منتظمين في كل حاجة، في الاكل وفي الشرب وفي كل حاجة، عندهم انتظام. بصوا بقى، عارفين خطواتهم ودارسين خطواتهم كويس سبحان الله. عسل العسل بيشفي من امراض كتيرة جدا. لو خدتي معلقة كل يوم على الريق كفيلة انك تحافظ على جسمك من الامراض الخبيثة لا سمح الله. بيعالج حاجات كتيرة قوي. ولو معاه حبة البركة، طبعا دي الخلية بيكونها. يبدأوا بقى ايه، يقطعوا العسل. طبعا دي في قلب الشجر، بتلاقي عبارة عن كده اللبان اللي هو العسل، بيقطعوها كده بالسكينة.
هي بتكون خلايا او قرص لوحدها كده. بعد كده الناس متخصصة برضو عشان ما يتبهدلوش. سبحان الله كمية النحل اللي طالعة كمية كبيرة جدا. دي بيقولوا عليه البان العسل، دي برضو النحل. اتفرجوا، دي برضو بالنحل بيطلع ياكل وبينظف جسمه اول باول، وبعد كده بيدخل الخلية تاني يكمل شغله. عنده نشاط غير طبيعي وتركيز غير طبيعي النحل. هتلاقي دايما مكان النحل مكان نظيف ومترتب. طبعا احسن عسل عسل السدي الجبلي. العسل ده فيه فوائد كتيرة قوي لاحتوائه على اعشاب عديدة، بيخلعوا قرص النحل طبعا معاهم حاجات كده بيخلعوا بيها بالراحة جدا عشان ما يحصلش هجوم من النحل عليهم. ده تشوفوا كمية العسل اللي نازلة دلوقتي. طبعا المبخرة عندهم بيحطوها. بصوا بقى بينضفوا الخلية اول باول. دي برضو بيطلعوا القرص ومتكممين تكميم كامل. بيحشوا بقى العسل وبيسيبوا بقى يحطوا القرص تاني. النحل بيتلمع عليه وبيعمل القرص كمان. دي برضو ما بيجي يخلعوا بيجيب الحاجات اللي بتبخر. هو شكلها عشان يمنعوا النحل يجي عليهم. بصوا دي مش متكممة او متكممة بحاجات خفيفة. سبحان الله. بيحاولوا يشيلوا النحل، بيعملوا يفتحوا الخلايا كلها، بيسيبوها فترة عشان تنملي عسل. بعد كده بينظفوها. دي خلاص انملت كده، عملت قرص كبير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ده الجمال فعلا. شوفوا كمية العسل، كمية كبيرة جدا. سبحان الله، يعني ما بيخسروش حاجة. كل اللي عليهم بيجيبوا الخلية وبيحطوا فيها بس الصناديق. وطبعا في شجر ممكن وانت عندك جنينة زرع فيها مثلا فواكه الحاجات دي تقدر تجيب فيها خلايا نحل وما تخسرش حاجات كتير. كل اللي عليك بس اللي هتتبع الخطوات عشان خاطر ما تنضرش انت والأسرة المحاطة. بعد كده بيطلع لك كمية عسل بتبيعها مبالغ حلوة جدا، مشروع مربح جدا. يلا سلام عليكم، ما تنسوش تدوسوا اللايك وتشتركوا في قناتي.